السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. حي الله هذه الأسماء الطيبة وهذه الوجوه الطيبة، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أيامكم كلها خير وبركة وبر وطاعة وعبادة، اللهم آمين. طيب إن شاء الله جل وعلا. الحمد لله ما شاء الله، هناك إخوة أخوات، فضل الصباح طيب. الحمد لله رب العالمين. هذا الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله تعالى، اكتبوا على اليوتيوب مصطفى إسماعيل، ما شاء الله صوت يعني لا يمل، صوت جميل جدا جدا. هذا مصطفى إسماعيل، وصديق المشاوي رحمه الله تعالى كذلك صوته كما قال الشيخ بن باز، صوت الذي لا يمل يعني صوته جميل جدا يعني صراحة. المصريين عرفوا بالقراءة. طيب أحبابي وإخواني الكرام أخواتي الكريمات، ليس عندي يعني صراحة موضوع محدد أريد أتكلم فيه، مواضيع كثيرة جدا، لكن كانت غايتي هي أن ألقى لكم السلام وأن نتواصل طاعة الله جل وعلا، وأن كل واحد يتفقد الآخر. فهذه من نعم الله علينا في هذا الزمان بهذه الوسائل التواصل، فنحمد الله عز وجل أنه يجمعنا دائما على الطاعة وعلى ذكره. لكن إن شاء الله عز وجل لا شك أن هناك مواضيع كثيرة نبين نقاطا في يعني يحتاجها الإخوة والأخوات سواء. شكرا. طيب والله يا أخي، والله يا أخي عبد الصمد، صراحة أنا دائما أتذكر الأخ أبو فارس، الأخ أبو فارس أخ طيب صراحة عز علينا، مرينا منه إن كل خير. وأنا دائما أتكلم على الجانب، نحن مقصرين في الجانب، لكن إن شاء الله اليوم بإذن الله عز وجل تواصل معه وتصل عليه، والله لا أعلم ما هي أحواله، أقسم بالله لا أعلم، إلا أن رأيت له تقريبا قبل أيام أظن بث مباشر، لكن والله لا أعرف أحواله، وإن شاء الله اليوم بإذن الله تعالى أسأل عنه، وإن شاء الله نزوره في الله عز وجل، لأن أقولها الأخ أبو فارس أخ طيب وعزيز،
أقول من قلبي ما رأينا منه إلا خير ورجل. وكما أنا عندي قاعدة أسميها الرجال مواقف، نعم في المواقف هو رجل صراحة، ولا بد أن نكون مع بعضنا البعض. ولهذا طيب هذا موضوع الحمد لله الله تعالى يسر الأمور. تكلم كما بينت أن إن شاء الله تعالى تفتح التسجيل في الجمعية المغربية للتراث الأصيل، وعندي بعض ملاحظات أبينها إن شاء الله عز وجل. ما أهدف الجمعية أبينها الآن، والغاية من الجمعية ما هي أبينها إن شاء الله عز وجل الآن للإخوة الكرام والأخوات. وهذا التسجيل أسأل الله جل وعلا أن ينفع به، وأن يسأل على كل الرقاة خاصة المبتدئين الذين هم في السير، يعني بدأوا حديثا، أو الذين هم يعني بدأوا قديما، أو المخضرمين يعني عاشوا فترات يعني مع الجيل الأول ومع هذا الجيل. فهي دعوة عامة بإذن الله عز وجل، لا أحد منا يتعالى على الآخر، فكلنا نستفيد بإذن الله ونفيد، وكلنا نريد إن شاء الله أن نصل إلى بر الأمان بتوفيق الله المنان سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة لأول شيء، بالنسبة للتسجيل في الجمعية لا أشترط فلسا، لا أشترط درهما، هذا أول شيء. أنا كما قلت أن هذه الجمعية لا أريد من ورائها المال، لا أريد من ورائها كسب شيء، إنما أنفق من جيبي. أنا أريد هذا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. أول شيء بالنسبة للجمعية هو أن الانضمام إليها والتسجيل فيها وأخذ البطاقة والعضوية يكون مجانا، والباب المفتوح ليس هناك شرط. لكل راق أو إنسان ليس براق ويريد أن يكون راق، ولكل حرفي كذلك في المغرب له علاقة بالتراث بالصنعة وبالحرفة، لكل فقيه، كل طالب، لكل صنيعي كما يقال، يعني لكل إنسان يريد أن التسجيل عندنا في الجمعية مرحبا به. ولكل امرأة حرفية، لكل امرأة لها علاقة بالتراث الأصيل، لكل امرأة تريد أن تكون كذلك في هذا المجال معنا يتسجل، ولا يكون من أهل الميدان ويصبح من أهل الميدان، نقننه ونعلمه، هذا هو الدور لأن نحن في الجمعية. وإن لم يكن راقم نجعله راقم بإذن الله عز وجل، نساعده كما ساعدنا الكثيرين سرا، كما دعمنا الكثيرين سرا نفسيا، حتى أصبح في الرسل في الساعة لهم صيت ولهم قوة ولهم كلمة بفضل الله عز وجل. كنا أقل شيء ما نقدمه أننا لا نثبتهم، وكنا ندفعهم دفعا ليكون لهم مراكز، ولتكون لهم كذلك يعني مواقف بإذن الله عز وجل في مجال الرقية، ينفع الناس وينتفعوا، ويحاربوا الشرك والدجل والسحر والشعوذة. إذن كل من يرى في نفسه الأهلية أن يكون، كل أم ترى في ابنها الأهلية أن يكون في هذا المجال، تقدمهم لنا بإذن الله تعالى، ونحن نصر على تأطيرهم وعلى تعليمهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وستكون لنا إن شاء الله في هذه الجمعية إضافة إلى الرقية عدة حرف وعدة صناعات لها علاقة بالتراث، وعدة مجالات بحيث نفيد ونستفيد. فممكن أن يبقى التواصل بيننا يعني دائم ومستمر بإذن الله عز وجل، بحيث أن هذه تكون أسرة واحدة في مجالات متعددة، ليس لها قطاع فقط الرقية الشرعية، إنما في الرقية، في الأعشاب، في الحجامة، في الزيوت، في التدليك، في كل قطاعات الطب الشعبي المعروف المتوارف عندنا في البلد، إضافة إلى صناعات أخرى تقليدية، إلى صناعات علاقة بالتراث الأصيل بإذن الله، علاقة بالسياحة، بالتراث، بالآثار، بالمعمار، بكل شيء بإذن الله تعالى. وسنسعى جاهدين إلى توسيع هذه الجمعية في ظرف وجيز بإذن الله. عبد ربه سيخصص وقتا بإذن الله تعالى لكل وقت يسير في الرقية، ومعظم الوقت يكون لهذه الجمعية، لتكون لها يعني أساسها متين بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض بإذن الله جل وعلا. وأقول كل من يريد، هل صوتي مسموع؟
هذا الصوت مسموع إخواني، هل صوتي مسموع؟ هل صوتي مسموع؟ طيب جيد، الحمد لله رب العالمين. طيب قلت الحمد لله، قلت أول شيء هو أن ممكن لكل أخت أن تتخصص في هذا المجال، خاصة أن من يكون في هذه الجمعية بإذن الله سنقدم له كل الدعم، سواء من ناحية النفسية وسواء من ناحية العلمية أو من ناحية شهادات وكفاءات، حيث نسعى بإذن الله تعالى على تنظيم دورات بداية خاصة بتعليم القراءة في ظرف وجيز، في ظرف مثلا 3 أيام 4 أيام تعليم القراءة الصحيحة، نأتي بإذن الله تعالى بمتخصصين بدورات علمية بإذن الله سهلة يسيرة، يصبح الإنسان يتقن القراءة في ظرف وجيز. أول شيء لا بد أن يتقن القراءة في ظرف وجيز سهل جدا، ما تظن الأمر صعب. ثم سوف نسعى بإذن الله كذلك في دورات بإذن الله سبحانه وتعالى أن نأتي بوعاء الحمد لله وهذا ليس كلاما، وسترى بإذن الله عز وجل، لأني كما يعلم الجميع أحب العمل، أحب الأمور تكون على أرض الواقع. ستكون الحمد لله عندي صلة بإذن الله تعالى بعدة فرقات ومشايخ بفضل الله عز وجل على صعيد العالم بفضل الله سبحانه وتعالى، ويحبونني حبا كبيرا بفضل الله تعالى. وأقول حتى مسألة تنقلهم في الطائرة أو تنقلهم في الفنادق وكذا على حسابي، لا ضير عندي بفضل الله سبحانه وتعالى، وما توفق من خلفنا ويخلفه. تكون دورات الإخوة والأخوات في الرقية الشرعية، في الدعم النفسي، في الحجامة، شهادات بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك تطير هذا الأمر من ناحية الوطنية، بحيث إن شاء الله تكون من ندوات ودورات مع المجلس العلمية تحت الغطاء الجمعية بإذن الله عز وجل. وهذه الأمور لا شك أنها تعود بالنفع بداية على المتلقي الذي يحضر هذه الدورات، والذي تكون الأسبقية والأولوية يكون منخرط في هذه الجمعية بإذن الله سبحانه وتعالى. إضافة هذه أهداف قصيرة المدى ترى بالعين مجردة دائما، وهناك أهداف بعيدة يصيبها بإذن الله تعالى من هو مشترك معنا ومنخرط معنا وله العضوية، وتعود بالنفع على كل من في الساحة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الهم ليس أن هذه لي أو يعني حزبي ضيقة أو شيء، وإنما هذه للصالح العام، للنفع العام بإذن الله سبحانه وتعالى. أقولها وأعيدها، الباب مفتوح للاشتراك في هذه الجمعية، وليس لا اشتريط في لسان ولا درهما ولا دينارا، الاشتراط لكم مجانا. الدورات العلمية أقولها وأعيدها، الدورات العلمية تكون مجانا، لا أتقاضى من وراء كل من يأتي درهما، حتى وإن كانت في المركبة الثقافية أو كانت في المسارح أو كانت في الشباب، أو لن أتقاضى عنها درهما، لن أخذ فلسا أو درهما، خلاص أنا لا أريد هذا أصلا. طيب لا أنتظر 300 درهم أو 700 درهم أو 2000 درهم أو 3000 درهم أبدا، وإنما يأتي الإنسان ليستفيد، لكن فقط حينما يأخذ هذا العلم يضعه في موضعه الصحيح، هذا ما أرجوه بإذن الله سبحانه وتعالى. وتكون دائم لكل لقاءاتنا متعددة مع طلبة العلم والعلماء، حتى الأمور التي فيها خلاف وفيها يعني أخذ ورد بين بعض الإخوة أو بعض المتخصصين، تكون دائما المرجع إليها إلى طلبة العلم، فيكون فصل ما يؤخذ من أفواه الرجال من العلماء وطلبة العلم يلزم به من يريد الدين، لا تلزم به الجميع، لكن يلزم به من عنده خوف من الله عز وجل، سيلزم نفسه بنفسه بما خرج من أفواه العلماء بإذن الله سبحانه وتعالى، ليكون على بينة وعلى بصيرة. طيب إذن هذا الكلام خرج بتقدير الله عز وجل، ما كان عندي نية في قوله، لكن حتى أبين للناس إن شاء الله عز وجل. إذن الانضمام إلى الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل إن شاء الله جل وعلا يبدأ التسجيل فيها، وسنسعى بإذن الله تعالى لتسجيل حتى الإخوة الذين في القرى وفي البوادي وفي الجبال، نعم في كل مكان، في كل مكان بإذن الله يصلهم هذا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. ونريد أن نحظى بمليون مشترك.
أنا همتي عالية، أريد أن أحظى بمليون منخرط، بمليون عضو بإذن الله عز وجل. لا يهم في ظرف 6 شهور 7 شهور، في لا يهم في ظرف سنة. أنا على يقين أنني ممكن إن شاء الله تعالى، أنا على يقين تام أنني ممكن بإذن الله تعالى أن أحظى بهذا المليون في ظرف وجيز في أقل من سنة. أنا على يقين تام بإذن الله عز وجل أن أحظى بوسائل شتى وعديدة جدا جدا بإذن الله تعالى. ومعنا إن شاء الله تعالى رجال خفاء، النساء والرجال، على الفيسبوك، على الواتساب، على اليوتيوب، كذلك من الحرفيين في مراكش، في فاس، في أكادير، في الشمال بإذن الله عز وجل، أصحاب التراث الأصيل الرجال، وكل حرفيين الآباء والأمهات والبيوت كلهم ينضموا ويتسجلوا بإذن الله بمحلاتهم، بمكان تجاراتهم، وتكون صفحة إن شاء الله على الفيسبوك خاصة بهذا، لنظهر أننا نتكلم إنما على اليقين. فكل حرفي سيتسجل إن شاء الله، يضع صورته، يضع مثلا عنوانه أو يضع تخصصه، لنظهر حتى لكل من يراقب ويتابع أن هذه الجمعية لم تحن برقي فخذ، وإنما ثراتنا غزير بأم شتى وعديدة يجب المحافظة عليها، ولهذا سمينها المغربية للمحافظة. الله بد أن تؤكدوا على هذا، المغربية للمحافظة على التراث الأصيل. والحمد لله رب العالمين شريف وبقانون رسمي في الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله رب العالمين. إذن لا بد أن نسعى جاهلين جميعا. أول شيء أقولها الآن للإخوة والأخوات، أن نؤسس وأن نفتح صفحة بإذن الله سبحانه وتعالى على الفيسبوك، وكذلك نفتح حساب على الواتساب، لندعو الناس بإذن الله تعالى للانضمام إلى هذه الجمعية. هذا أقل ما نفعله الآن، هو أن نفتح على الفيسبوك. يعني هذه جمعية مغربية، الجمعية المغربية الحمد لله بقانون، يعني أمر طيب، فيها الدعوة، فيها كل شيء، فيها مساعدة، حتى نساعد الحرفيين، نساعد الرقاة، نساعد المهتمين بهذا المجال. قد يعانون في صمت، قد يشتكون في صمت، والأمور الأخرى تأتي اتباعا بإذن الله سبحانه وتعالى. أصلا بفضل الله عز وجل قبل أن أسس الجمعية، فهذا هو سيري، يعني لن أتصنع هذا الأمر، فأنا كنت أصنع هذا سرا، وأسعى بفضل الله تعالى في مساعدة الغير والناس سرا. لكن الآن حتى أن أحيانا كنت أتحرج من بعض المناسبات كأعياد، كعيد الأضحى وغيره، يعني أتحرج من أمور أسجلها وأضعها، لأن يقول لك لابد أن تكون تحت إطار جمعية تحميك وتبين أن هذه أهداف كذا وكذا. كنا نصنع هذا سرا، نأتي كما ترون كل عيد نسجل بفضل تعالى فيديو، وتأتينا بفضل الله عز وجل بفضل تعالى مساعدات من الإخوة من هنا وهناك، من كل مكان، من كل فج عميق تأتي مساعدات من فضل الله عز وجل. الناس يحبوننا ويثقون فينا، وهذه نعمة من نعم الله علينا، ونجمع المال كل عيد بفضل تعالى. أقل ما نوزعه كين 30، كين 40، كين 50 كبش أضحية بفضل الله عز وجل، توزع بفضل الله سبحانه وتعالى للفقراء والمساكين. ولكن كنا نخشى أن نضع هذا تحت إطار واضح ونقول من أين لك هذا وكذا، مع أن نسعى في الخير. لكن الآن بفضل الله عز وجل نعلم وعلى يقين أن الناس إذا قلنا لهم ساهموا سيساهموا، وإن قلنا لهم ساعدوا سيساعدوا. يعني ممكن نضع كل شيء بفضل الله تعالى، ولا نأخذ من الفقراء، ولا نأخذ من يدعو الاشتراك في لسان، لكن سنأتي إلى الأغنياء ونطرق بابهم أو نعظهم أو نتصل بهم، وسيساعدون بفضل الله تعالى لأن فيهم خير، ونعلمهم بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن من ينضم إلينا لا نريد منه، بل نحن نعطيه بفضل الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا. من ينضم إلينا لا نريد أن نأخذ منه، وإنما نحن نسلمه ونعطيه بفضل الله عز وجل. أول شيء الحب، الأخوة، ما تعلمناه بفضل تعالى من الحنكة والخبرة والتجربة، ما نعرفه من الأبواب، ما نعرفه من المعارف بفضل تعالى، وهذا فضل الله عز وجل. أضيف إليها الأمر المهم، وهو أن لا نقتصر على الجمعية، وإنما نسعى إلى ما هو أسمى وأعلى، حتى يؤطر هذا الأمر بفضل الله تعالى بحكمة وبقانون بفضل تعالى، وبغطاء يكون إن شاء الله سندا ودعما لكل معالج، ويبقى صدقة جارية بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن أحبابي وإخواني، الجمعية لابد أن تفهموا يا أحبابي ويا إخواني، الجمعية ما هي إلا خطوة من خطوات البناء، ما هي إلا خطوة من خطوات البناء، ولا تقوم الجمعية إلا بالرجال وحتى بالنساء. فلابد أن نفهم، فلابد أن نجتمع وأن لا نتفرق،
وأن نتوحد ولا نتشتت. لا بد أن نكون على كلمة سواء بإذن الله تعالى، على كلمة سواء. وأنا أقولها، أنا أعتز أن يكون معي كل أصناف المجتمع، كل أطياف المجتمع بفضل الله تعالى في هذه الجمعية، مفهوم؟ قد تراه إنسان غير ملتح، لكن فيه من الحب ما فيه، وفيه من الخير ما فيه، وفيه من البر ما فيه، وفيه من الصدقة ما فيه بتوفيق الله عز وجل. وقد يكون ملتح بفضل الله تعالى وفيه من البر والخير والتقوى والحب في الله عز وجل. أنا أهم عندي شيء هو القلب، أنا أريد الأخلاق، أريد الأخلاق وأريد الحب والصدق والصفاء، هذا أهم شيء، أهم شرط من شروط من يريد أن يكون معي، أن يكون محبا، أن يكون يعني نقيا، وأن يكون صافيا بفضل الله تعالى. لأن لو كانت لو كان في السفينة ركب يتنازعون لغرقت، لو كان في السفينة ركب يختلفون لغرقت أو توقفت أو تعطلت. لا نريد أن نتأخر أو نتوقف أو نغرق، وإنما نريد أن نكون كلنا على كلمة سواء. هدفنا واحد هو النجاة، هدفنا واحد هو الرفعة والعزة وكتاب الله صلى الله عليه وسلم. لهذا إذا من أراد الخير والبر والرحمة والعافية بإذن تعالى التوفيق والسداد، فإني أقول هذه يد غراء كما عهدتمها دائما، الكل يشترك بإذن الله. لا أتعالى على الناس وأقول الجمعية لا بد لها من شروط ولا بد من قيود ولا بد من أسرار ولا بد من أبواب وأسوار، لا أبدا، هي مفتوحة للصغير والكبير. جاء عندي بعض الناس إلى المراكز وسألوني، يعني قلت ندوة ودورة، ما هي الشروط؟ قلت لهم لا شرط، لا شرط أن تكون حامل كتاب الله، ليس شرطا، ليس شرطا أن تكون يعني مجتهدا، ليس شرطا أن تكون ضابطا لقواعد جيد، إنما من واجب الدورة أن هي تسعى في هذا، هي من تؤطرك وتعلمك وتهذبك، فقط اهتني بهمتك وبأخلاقك، تعال عندي بصفاء قلبك وسريرتك وسلم نفسك بإذن الله تعالى للعلم وللأدب إن شاء الله. يكون هناك طلبة علم، هناك دعاة، هناك مؤطر بإذن الله عز وجل، يكون هناك دعم في السلوك، دعم في السلوك، حتى نأتي بفضل تعالى بمتخصصين في دورات التقوية الذاتية والتنمية البشرية وهذه الأمور بإذن الله عز وجل، حتى يكون الرقي يجمع بكل شيء. لماذا نجمع، نأتي بإذن الله بمتخصصين في فن اللقاء والخطابة ليجمع كذلك الرقي هذا المجال الذي ربما يفتقده الكثير من الله عز وجل. نأتي إلى كل أسرار الجزئيات التي ربما تغيب عن الناس، ما هو الإعجاز في آيات الرقية الشرعية مثلا، والأسرار والتفسير والبيان في هذه الآيات، وما يصاحب هذا من استشكالات عند في الخلاف الفقهي أو الخلاف الشرعي وكذا، حتى الناس يكونوا حينما يتكلم الراقي مع الجني، يتكلم مع المخالف، يتكلم مع نفسه حينما يخاطب ربه سبحانه وتعالى في القرآن، يعي جيدا ليزداد يوم عن يوم وعام بعد عام يزداد خبرة وحنكة بإذن تعالى. إذن الأهداف كثيرة، سواء في مجال الرقية الشرعية أو في المجالات الأخرى بتوفيق الله جل وعلا، بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذن كل من يريد الانضمام، أقول عامي يصبح راقي، نريد احنا في كل بيت راقي، هذه الجمعية أسميها في كل بيت راقي، في كل بيت رقاة، الأم ترقي، الأم تعالي تسجلي، هذه مشكلة، الأخت تعالي تسجلي، لأن هذه أصلة واحدة. حينما أنادي على الجمع في مركب الثقافي مثلا أو في مكان كبير، أريد أن يأتي الحشود، يأتي الناس زرفات وحدانا، لا يأتي الملتحون فقط، أريد أن تأتي أمي وجدتي وخالتي وأختي وابنتي وعمتي وجارتي وقريبتي، أريد أن الكل يأتي بإذن الله تعالى وهو يلتزم بالتزام المحافظة على تراثنا المغربي بفضل الله عز وجل. فهنا نخبة تدافع عن كذا، وهذه نخبة تدافع كذا، لنظهر للجميع أننا كلنا محافظ نريد تراثا أصيلا في المغرب، مغرب بلدنا الحبيب، نحافظ عليه بإذن الله تحت إطار يعني قانوني بإذن الله تعالى يؤطر تأطير جميل. أنا أقولها وسترى هذا إن شاء الله بأمن أعينكم، حينما تكون بإذن الله تعالى وفي القريب العاجل بإذن الله بإنشاء الباري جل وعلا بتوفيق الله وسداده، إن شاء الله تكون هذه الثورة أو هذه الندوة أو هذه المحاضرة أو هذا اللقاء، يكون أول شيء يرى النظام، ويرى الجمال، ويرى الاستحسان بإذن الله تعالى. ولا ضير عندي أن تكون في فندق، لا ضير عندي تكون في قاعة كبيرة في فندق بإذن الله عز وجل، كما نرى يصنع الفنانين والمطربين يأتون بالتكريم أو باجتماع أو كذا جمعياتهم في الفنادق الكبرى،
في الفنادق الكبرى. ما الضير؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ لا فرق بيننا وبينهم في الله عز وجل، لا فرق بيننا وبينهم في الله سبحانه وتعالى. يعني أنا قبل أيام رأيت على اليوتيوب سعيد الناصري الفنان جزاه الله خيرا، قدم هدية، قدم صدقة جارية لفنانة كانت وضعها على اليوتيوب تشتكي أن ليس عندها بيت والبلاط مكسر وكذا، وحال يوصلها تبكي القلب دما. فسبحان الله، جمع الناس في فندق وجمع الفنانين والمطربين وقدم وعطاها مفاجأة، قدم لها أوراق الشقة وقال سلمها، قال هذه هدية لك وممكن أن تستلمي من الغد شقة في مكان كذا وكذا باسمك. يعني هذا فنان صنع هذا، والجمعية صنعت هذه الأشياء في محفل كبير وفي قاعة كبيرة في فندق كبير. طيب، ونحن لا نجتمع أهل القرآن، ونحن لا نتعاون أهل القرآن، بالله عليكم. طيب، نفسي أن ماذا؟ أنا لا، والله العظيم لا أسمي أحدا، لا أريد كلامي أن يجرني إلى مشاكل. أنا أقول وأعيده، لا أريد كلامي أن يفهم منه بعض جزءه وينسى كله، لا، أو يترك كله أبدا. أريد أن أتكلم الحب، لا أشير إلى فلان أو إلى جمعية فلان أو جمعية فلان، لأن هناك جمعية كثيرة، لكن أحيانا قد تقول كلمة والأخ يأخذون هذا التسجيل ويعطونه لبعض الإخوة ويقول لهم انظر يتكلم عليكم، انظر يتكلم على جمعيتكم. أنا ما سميت وما أشرت، وأصبحنا نخاف لأن نريد الحب، لا نخاف من ما عاد إنسان باش ينفق ويضرك، ولكن نريد الحب لأن الحب ينفع، الحب أن يبقى. لا أريد أن أضر أحدا، أنا أريد أن أكون قريب من الجميع بفضل الله عز وجل، لكن أخشى أن أتكلم بهذا الكلام وأن أحد يسيء فهمي، أخاف أن يساء فهمي، لأنه يرفع كيهز الكلام ويبدأ يعطيه الإخوة، انظروا تكلم عن جمعيتكم، انظروا تكلم عنكم، انظروا قال عنكم. أنا لا أشير لأحد ولا ألمز أحد، والله يشهد أنا أتكلم للجميع، ويدي هذه للجميع، وأنا مستعد أن هذه الجمعية تبقى، يعني هي كلها في خفاء للكل. يعني إذا كان حبي إنسان بغي غير السمية وتصويره وبات جمعيته، أنا أتكلم عن واحد، كنتكلم عن الجميع. أنا غاية عندي هو أن نكون في العمل على أرض الواقع فقط، وفهموني الله يرضي عليكم. المهم أن تكون هذا الإطار، وأنا قلت لا أنتظر درهما ولا درهما، لأن الجمعية لابد أن تكون فعالة بالرجال، يعني يبحثون، يكون عندهم بعد نظر كيف يذهبون عند المحسنين، عند أهل الخير، عند المسؤولين المحبين الغيورين، كيف يكون لهم الاستحسان، كيف يدخلون بالقبول عند الناس، تقبل كلمتهم ودعوتهم وطلباتهم. لكل مقام مقال، لابد للرجال الواحد وضعه في موضعه الصحيح حتى تكون الجمعية تسير بإذن الله. يكون معنا أهل التسيير، أهل الإعلام ضروري ليتواصلوا مع القنوات، يتواصلوا مع الجرائد، ضروري هذا الشيء. لابد الجمعية لا تسير بواحد، لا تسير باثنين أو بثلاثة أو بالأعضاء، وإنما تسير بالرجال الذين خلفها والحقهم أمامها، مفهوم؟ فلهذا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه دعوة إلى كل غيور، إلى كل محب، إلى كل أخ، إلى كل أخت، إلى كل أم، إلى كل خالة، إلى كل عمة، إلى كل جدة، إلى كل راق، إلى كل معالج، إلى كل حرفي، إلى كل صنيعي، إلى كل عشاب، إلى كل عطار، إلى كل صاحب نقش، إلى كل صاحب صنعة، إلى كل امرأة لها يعني ثراث، كل من له اللمسة الفنية المغربية مرحبا به، وقريبا إن شاء الله عز وجل يكون لنا لقاء كبير بإذن الله عز وجل. لكن الآن نفتح باب الانخراط والعضوية بإذن الله سبحانه وتعالى مجانا فقط، أنا لا أريد منكم درهما فقط. هناك على الفيسبوك سنضع لكم ماذا نلمكم الوثائق بإذن الله عز وجل، والتسلم إن شاء الله عز وجل العضوية بإذن الله سبحانه وتعالى. وحينما يكون النداء إن شاء الله نجمع في القريب العاجل عدد 500 700 1000 2000 3000 4000 إن شاء الله، هذا العدد إن شاء الله ستكون دعوة بإذن الله سبحانه وتعالى، إن شاء الباري جل وعلا تكون دعوة في مكان كبير إن شاء الله في مركب ثقافي، حتى نؤطر الأمر عبد ربه، سيكون من المشرفين ومن الرجال الذين يتحركون، لكن سأجعل لكل من يتكلم، كل من يتكلم في مجاله الذي يحسنه، كل من يتكلم في المجال الذي يحسنه، من يقدم سيكون في الكلام المكان الذي يحسنه، من المميزين في هذا. حينما يتكلم كل رجل يتكلم في الفن الذي يحسنه،
سواء كان إلقاء أو كان فقها أو رقية أو تفسيرا أو نصحا أو فتوى. كل رجل، كل عالم، كل شيخ، كل يعني كل واحد على حسب ما يجيده بإذن تعالى، حتى يسمع إليه وينصت إليه، ولا يكون لغو حينما يلقي، ولا يكون عبث حينما يلقي، ولا تكون الهيبة، ولا يكون الحب والاحترام بإذن الله تعالى. وإن شاء الله تعالى من أول لقاء إن شاء الله يرى هذا بإذن الله عز وجل رأي عين. فقريبا إن شاء الله عز وجل، أنا قلت أنني أسافر، وقلت أنني راحة بإذن الله لمدة أسبوعين، فأظن أنها ليست راحة، إنها راحة نسبية في الرقية، لكن هي سعي وجري وكد إن شاء الله تعالى، واجتهاد وتوفيق بإذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى في أمور تعود بالنفع على هذا المجال كذلك. ترتاح جبهتي، لكن أقدامي استخسرت تتعب شوية، التحرك إن شاء الله في هذا المجال حتى نضع أمور عظيمة بإذن الله عز وجل. لولا أن يقولوا أن الرقم المغربي قد وضع أمرا بيني، حيث كي يتكلم يقول لك عمل حفلة ولا عمل لقاء بمناسبة السنة الميلادية وكيحتفل بالبولوناني وكذا وكذا، لولا أنني خاف نوقع في هذا الريب وفي هذا الشك وفي هذا الطعن لا صنعته في هذه الأيام. قلت لأحد الإخوة، ولكن حتى نتفادى هذا إن شاء الله حينما ينبقى السنة بإذن بسلام، وأسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها سلم وسلام إن شاء الله عز وجل وعلى بدنا حبيب إن شاء الله. بعدها بإذن الله تعالى إن شاء الله سوف ننظم ونرتب لهذا اللقاء إن شاء الله، لكن من الآن لازم عندنا شهر شهرين هكذا إن شاء الله سوف نبدأ إن شاء الله عز وجل في جمع أكبر عدد. وأنا كل واحد منكم كان أعتبره جند من جند، يعني يأتي بالناس، يأتي بالرقى صغار وكبار، يأتي بحرفيين كبار وصغار، يأتي بكل من له الحب لهذا المجال ويريد أن يكون. قبل أن أصبح رقية علمني أحد، طيب هل كنت أسير أحد وأركب مع أحد وتنقل مع أحد؟ لكن بفضل التوفيق وبالاجتهاد بالمتابعة، لا أنسى فضل بعض الإخوة جزاهم الله خيرا رجال كبار، ولكن والله العظيم والله بالله وتالله ما علمنا أنفسنا بأنفسنا، أقولها بأنف بعض الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله جل وعلا. ولهذا نريد أن نقدم المساعدة للجميع. ما تخاف تقول خاص نكون حامل كتاب الله وخاص نكون يعني ضابط أمور كذا، هذه الأمور حنا الواجب علينا نعلمها لك، غير تكون عندك الهمة. أنا في شهر شهرين نحفظك ما شاء الله الذي ينفعك في مجال الرقية الشرعية، في شهر شهرين نعلمك ما ينفعك بإذن الله والزيادة، نعلمك الأسرار، نعطيك الخبرة، بزاف الأمور إن شاء الله عز وجل. وما تحسبوش أن الدورة ستكون في يوم يومين، من أراد أن يتعلم لابد أن ينضم إلى الجمعية تكون متابعة، يعني تكون لقاءات بإذن الله وندوات، وبيتي أقول ومفتوح، والإخوة كلهم يعرفون هذا، عفوا بيتي مفتوح بإذن الله تعالى، واللقاءات تكون مفتوحة وتحت إطار جمعية بإذن الله عز وجل، فلا ضير بإذن الله في هذه الأمور. ما تحملوا التهم، اللي تقال عليكم تخفف عليا بفضل الله عز وجل، كنقولهم عودة، اللي تقال عليكم تخاف علي، وكل ما أملكه أجعله لله عز وجل. خلاص كنت أتكلم في هذا مع إخوة كثار وكيعرفوا كلامي مزيان، أنا الآن أقولها للجمعية، كل ما يعني وضعه بشكل قانوني وباش تكون نظم نفوسنا بنفوسنا بإذن الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يرفع قبرنا وأن يعزنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إذن يا إخواني ويا أحبابي، أنا أقول لكل راقد في المغرب كان صغير أو كبير، أحبك في الله، لا أنقم عليك، ليس في قلبي شيء عليك، ومرحبا بك، مرحبا بك، عفوا سمحوا لي، يعني لكل راقد أقولها له مرحبا، مرحبا بك، والله أقولها لكل راقد مرحبا بك كنت صغيرا أو كبيرا، لكل حرفي مرحبا بك كنت صغيرا، إلى كل أخت تريد أن تكون تقي وتكون حرفية وتكون حجامة مرحبا بك في هذه الجمعية بإذن الله عز وجل. كل من لها علاقة بالتراث الأصيل والصنعة والحرفة وكذا مرحبا بكم جميعا في هذه الجمعية. ولا أريد من كل من ينضم إلينا فلسا لا درهما ولا دينارا، أريد فقط أن نكون على الحب وعلى الأخوة وعلى المحبة، وأقولها وأعيدها، نريد أن نكون على الحب وعلى الأخوة وعلى المحبة، وأقول وأعيد حتى أبين الشيء إذا تكرر تقرر، لا أريد من وراء هذه الجمعية فلسا ولا درهما ولا دينارا، نريد أن نساعد الإخوة في تأطير مراكزهم، في الإتيان
بمختصين بفضل تعالى في مسألة القراءات، بفضل تعالى في مسألة التفسير والبيان، في مسألة تعليم الرقية الشرعية، في مسألة الحجامة، في مسألة العلاجات التابعة لها التي تنفع الإخوة في مراكزهم، وتأخذ ندوات ودورات وشهادات، ولا نريد منها درهما، نأخذ من كما قال تؤخذ من أغنيائهم وتعطى للفقراء. نأتي إلى الناس اللي نعرفهم ونحسب على خير فيعطونا بفضل الله عز وجل، ونأتي بالمجتهدين وننظمهم ونعطيهم حقهم، ولكن الإخوة الذين ليس لهم مال يؤطرون مجانا بإذن الله تعالى، يؤطرون مجانا، لأن كل شيخ وكل أستاذ ودكتور يأتي عندك لابد أن تغطي مصاريفهم، والإخوة إذا تكلفتهم بألفين درهم وثلاثة درهم لا يطيقون، ليس ربما هناك يطيق لكن يعطيها لك وباغي غير ياخذ الورقه، وكاين اللي مسكين باغي يتعلم بالصح ولكن ما عندوش، الناس تختلف، فنريد ان نفتحها مجانا والكل يستفيد، ولكن لا تعطى الا بالامتحان، خلاص مجانا. نقول تعالى انت لك يا دكتور يا استاذ يا شيخ عندنا شروط، نعطيك اجرتك، نعطيك مأوى ومزيد، نعطيك الفندق، نعطيك راتبك، كل شيء، لا ولكن اسمع لن نأخذ شيء من 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 الحضور، إذا هذا هو الشرط، لكن عندنا شرط لا يتسلم الشهادة إلا بالامتحان، بعدما تكون ندوة مثلا أو دورة أو كذا بالامتحان سواء شفوي أو كتابي، إذا سأل وأجاب كان معنا خذ، إذا سئل ولم يجب ما كان معنا، أو عقله غائب أو يحتاج إلى ندوة أخرى. أنا أتكلم بالأمور الواقعية، إذا هو ما خسر والو، جفابور ماشي كيقول لك أنا أعطيت الفلوس إذا غناخذ ورقة وخا ما نجيش تجي بيا للدار، لا جي فابور، دخل أنت منضم معنا عندك الحق تدخل فابور، صافي قيدناك في العضوية فابور، وكتحضر الندوات فابور مجانا، وكتسمع مجانا بفضل الله تعالى، لكن لك أن تتعلم، حينما تتعلم ونراك فعلا كنت معنا وتعلمت بفضل الله تعالى تأخذ هذه الشهادة، إذا تصبح هناك اجتهاد، يصبح هناك اجتهاد، يصبح هناك للنجاح هناك شروط، يعني اللي بغاها راه باين وبفضل الله سبحانه وتعالى. إذا إن شاء الله عز وجل بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا إن شاء الله تكون هذه الندوة وهذه الدورة وهذه المحاضرات على يد طلبة علم في المغرب، ما شاء الله كثار يحبون أن يأتوا بفضل الله تعالى، يقدموا الخير والنصح للجميع، ما يقدموش للرقاد، يقدموا لعامة الناس، حينما تكون كما ترون حينما يأتي العارفي وحينما يأتي الشيخ راعي القرني وحينما يأتي الدعاة أو العلماء الكبار مثلا في المغرب وخارج المغرب، ترى أن يعني الملعب مكتظ، ترى أن القاعة مكتظة، لا ترى فيها نخبة، إنما هي نخب، هي فئات ما شاء الله. هذا ما نريده، ويكون بلجنة منظمة، ويكون بالقانون ديالها، ويكون بالترتيب ديالها، وبالجمالية ديالها، وبتقسيم الأدوار، تقسيم الأوقات، حتى يكون هذا الحفل الأسري بإذن الله يعمو فيه النفع على الجميع، ويوضع تحت إطار ويسجل ويوضع للناس كذلك على اليوتيوب، ويبقى بإذن الله في سيرة الجمعية بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو تصوري أو جزء يسير من تصوري وآفاقي وتطلعاتي سواء على المدى القصير أو المدى البعيد لهذه الجمعية، ولا شك بتوفيق الله أنها ستحظى بالقبول والرعاية، خاصة سوف أنتقل إلى الدعم الإعلامي على الراديو وعلى الجرائد وعلى الفيسبوك وعلى العالم الأحمر والأزرق والأخضر وجميع الألوان بإذن الله، وقبله وبعده توفيق الله عز وجل، ثم أنتم أحبابي وإخواني وأخواتي. إذن أول نقطة غنبداو فيها هي صفحة تكون مميزة يشرف عليها من يحسنون صناعة البطائق، صناعة المقالات والمقاطع بإذن الله تعالى، ولا ضير عندي أن يكون مختصين حرفيين مميزين ويتقاضوا أجر، ما عندي مشكل أن يأتي يصنع إعلام لهذه الجمعية، آفاق لهذه الجمعية، تصور مثل ما قلت لهذه الجمعية، مثل البطائق، مثل مقاطع فيديوهات، وتوضع على هذه الصفحة على اليوتيوب، تكون لها قناة، وتابع لها كذلك على الفيسبوك صفحة إن شاء الله عز وجل، لأن الصفحة تحمل عدد كبير من الناس، كل منخرط في المغرب يأتي إليها إن شاء الله عز وجل. سندعم بفلاير والبطائق اللي توزعوا في الطرقات إن شاء الله للتعريف بهذه الجمعية والانضمام إليها في الأسواق، في الجامعات، في الثانويات،
في الكليات في كل مكان بإذن الله عز وجل، المعاهد إن شاء الله عز وجل، حتى الحرفي يأتي إلينا، حتى أهل الدين في المساجد يأتون إلينا بإذن الله سبحانه وتعالى، لتكون شاملة بإذن المولى جل وعلا لكل مسلمين ومسلمات، لكل مغربي، لكل حرفي، لكل محب لسورة أصيل، لكل من يريد كذلك القرآن بإذن الله عز وجل. رمضان في الطريق إن شاء الله تعالى، بها إن شاء الله تكون استقدام إن شاء الله تعالى، تكون لنا بصمة ومساهمة عليات في إن شاء الله عز وجل في المساجد، في المصليات، في المحافل إن شاء الله عز وجل، ومن المساهمة بتساهم الجمعية مع الأطفال في تيرنوة كمدير الكورة من جهة، وتساهم كذلك في القرآن في المساجد بمشاركات ودعم إن شاء الله تعالى في القرآن بإذن الله تعالى، إضافة إلى أمور أخرى سوف نخص لها رجال في الصناعات في التراث الأصيل. أنا نريد لكل مكان رجاله بإذن الله سبحانه وتعالى، إن التراث الأصيل عظيم جدا، هذا كلام لكن نريده على أرض الواقع، وبدأنا بإذن الله تعالى، لكن هلم إلينا يا رجال ويا نساء، نريد منكم قوة وعزيمة بإذن الله عز وجل. هذه الهمة التي رأيتمها في الرقية تصبح بإذن الله عز وجل همة أقوى وأضعاف مضاعفة في هذه الجمعية بإذن الله عز وجل. أرى نفسي أني منذ القديم وأنا أسعى في العمل الدعوي، في العمل الخيري الاجتماعي بفضل الله عز وجل، لكن الآن يكون تحت إطار قانوني وجمعية بفضل تعالى، ويرى ما نقوم نصنعه الآن، يرى ليس رياء وسمعة، وإنما ليقتدي بين الناس بإذن الله تعالى، يرى على أرض الواقع بإذن الله سبحانه وتعالى، سيرى على أرض الواقع بإذن الله. والله العظيم ناس يأتون بتوفيق الله عز وجل، يأخذون أدواء السكري، يأخذون أدوية الأمراض الأخرى، نساعد بفضل تعالى في المستشفيات، في الأعياد عندهم ملفات، في كل عيد يأخذون مرتاحين، يأخذون عيد الأضحى بفضل الله. ما كنقوش بجيبي، وإنما أنا قنطرة ومعبر وطريق إلى الخير، ولكن كنت حتى أنا أضع بفضل الله تعالى من جيبي نصيبا بفضل الله تعالى، والله العظيم. وأحيانا قد يكون العدد يزداد وكون أعطيت وعد، والله العظيم لا أقول ما نقاش ولا ما كانش، والله العظيم من جيبي، أشهد الله على هذا، ولكن هذا الحمد لله يا الله تعالى يعوض أضعاف، يخلف علينا أضعافا مضاعفة، أضعاف مضاعفة، سبحان الله، لأن هذا وعد الله، زد منفقا خلفا، فلله الحمد والمنة، هذا توفيق من الله عز وجل، نرى رأي عين، مع عمر الحمد لله دائما الاتصالات، وأقول الحمد لله توفيق الله، دائما عندي موعد 3 شهور 4 شهور وأنا أقول كفى، لا أستطيع، مع عمر الحمد لله نعم ربيع وقف نهار، أو نعم ربيع يعني قال في الوش الناس ما كاينينش، بالعكس الناس كي معمر درت مركز في الشارع والناس يبحثون عن مراكز، معمر درت إعلان في 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 الشوارع أو في الأعمدة حتى يشيروا إلى مركزي هنا أو هنا، أبدا، بل حتى كتشوفوا حتى التليفون كيسول الناس شنو تليفون وأين هو مركزه، كنتصلوا عام وعامين ما كيجاوبنيش في التليفون لكثرة الضغط بفضل الله عز وجل، هذا توفيق من الله، على ما تحاربون نعم ربيع، هذا توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا توفيق الله عز وجل. ومن يأتي إلينا يأتي بأسرته، والله العظيم كتجي وحدك تجي مع 10 و15، ومن نخبة القوم، من علية القوم، من الناس اللي نحسبهم على خير، ونحن نعتز بعلاج الفقير والغني، أقول وأعتز بعلاج الفقير والغني، وأن نكون مع الفقراء ومع الأغنياء، وهذا فضل الله علينا، فالحمد لله رب العالمين. إذن ما حبنا الله به نريد أن نضعه لمساعدة الغير، لكن بشكل يكون قانوني، لا يعود علينا بالضر، بل يعود علينا بالنفع إن شاء الله تعالى. فالآن هذه حتى الكلام كثير، المهم كل من يريد الانضمام فالانضمام مجاني، لا نريد منه درهما، انضمام مجاني، الانخراط مجاني في هذه الجمعية، ويأخذ بطاقته إن شاء الله تعالى، وكل من هو منضم تحت هذه الجمعية سيحظى بإذن الله تعالى بوسائل جميلة جدا تحت تأطير أقولها وأكدها، من يؤطرك في الجمعية ليس من عامة الناس، سيؤطرك بإذن الله أهل التخصص في كل مجال، إذا جاء من يتكلم في الفقه ندوة أو دورة في 3 أيام تأخذ شهادة دورة تكويني في الفقه كذا وكذا من الشيخ فلان بتوقيعه، هنا فرق فهموا مزيان، وهذا ما أسعى إليه بإذن الله تعالى في الطب النفسي والسلوك كذا، تحت الدكتور فلاني حينما تضعها في مركزك أو في بيتك نعم تتكلم أنك كنت تحت إنسان معروف يشهد له بفضل الله عز وجل. كذلك في الرقية حينما تأخذ من أن كان أطرك
شيخ فلان وباقي فلان والمجتهد فلان وكذا وتوقيعها كذا لها بصمة أحب من أحب وكره من كره. إذن هذه الأمور لا بد أن تفهمها، لا تقول الكلام هكذا، أنا أقول الكلام لكن أريد أن نطبقه للعمل، سعينا فيه ونسعى في أمور، والله كثير ما قلت كثير ما قلت نسعى فيه سرا، لكن الآن يترجم ليره العالم بإذن الله، وهذا توفيق من الله. وأسأل الله كل من كان سبب في هذه الجمعية أن تكون في ميزان حسناته ما نصنعه بإذن الله، لا ينقص من أجورنا شيء وله الأجر العظيم، وكل من يدل عليها له الأجر العظيم بإذن الله تعالى، وكل من يشارك فيها له الأجر العظيم. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، آمين آمين. نعم قريتم نعم في قدك البيتين جميل قريتم. طيب فبارك الله فيكم أحسن الله عليكم قهوة تيرها بردات. فهذا الكلام نقوله وأنا كنقولها ونعودها، والله العظيم لا ألمز فردا أو أفرادا أو جمعية أو جمعيات، إنما أتكلم عن جمعية، لا مباشر نقول جمعيتي، هي جمعيتكم أنتم المغاربة والعرب والمسلمون، جمعيتنا المغاربة إحنا، جمعيتنا الأخوت كاملين، إحنا هذه جمعيتنا كاملين، فهمتين؟ هذه جمعيتنا كاملين، فلهذا الله يجزيكم بخير. ما كنشارك حتى واحد باش ما نسي، ماشي أنا خايف، ما كنخافش، ولكن باغي الحب يبقى والود يبقى والصفاء والنقاء يبقى. لكن بعض الناس سبحان الله كيجيو يدخلوا كيبقاو يتسنطوا وكيهزوا غير فؤاد المصلين وكيديوها لهنا، قل انظر ماذا قال فيك، هنا اشار اليك، هنا غمزاك، هنا لمزاك، هنا قطعناك، هنا قدحاك، هنا راه هذا الكلام راه شوف راه فهم. يا اخواني يا اخواني الله ما كلفك. طيب لهذا جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم وبارك الله فيكم. هذه احتياجها من التراث.